وبالتالي أن هذه النخبات وهذه الأحزاب السياسية لم تقم بدور ديالها. معك فطيش عبد الجبار الرئيس الوطني للهيئة المغربية لحماية الوطن والمال العام. بدوري أشكر المنبر ديالكم الإعلامي وأشكركم على هذا العمل اللي كتقوموا به في إطار انفتاح الهيئة المغربية لحماية الوطن والمال العام على تأسيس والتواجد في بعض المناطق بالمملكة المغربية. اليوم كنقوموا بتأسيس هذا المكتب وكنعتبروه بالمكتب النوعي بالمكتب الإضافي إلى سلسلة أرقام الهيئة المغربية لحماية الوطن والمال العام. كتعرفوا الهيئة المغربية لحماية الوطن والمال العام جاءت بواحد التصور جديد ديال أنها انفتحت على جميع فعاليات المجتمع المدني لإشراكهم في هذا الموضوع، أي موضوع حماية الممتلكات والأموال العمومية. الهيئة المغربية قامت بواحد ضجة حقوقية في مجال حماية الممتلكات والأموال العمومية. قد قاموا مجموعة من المغاربة بتتبع الأعمال ديالها، إلا أنها كاينة بعض المناطق ما كتواجهش فيها الهيئة المغربية بعناية ورعاية خاصة. أن الهيئة المغربية ارتأت أنها تغطي هذه المنطقة هذه ديال برشيد ستات، واختارينا هذه النقطة هذه بالذات بكونها جات في واحد المنطقة جغرافية وكتعتبر هذه المنطقة هذه بالمناطق الشائكة، بالمناطق التي لازم الهيئة المغربية لحماية الوطن والمال العام أن تشتغل فيها للدفاع على بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لبعض المواطنين والمواطنات، وكذلك الدفاع على كما أقول دائما على الممتلكات والأموال العمومية، وكذلك نشر ثقافة حماية المال العام. المغربية لحماية المواطنة والمال العام وخصوصا الفرع المحلي برشيد ستاتس اختار أن لا يكون الضرب بالمفسدين من الرأس. سعيد الخطابي محامي بالدار البيضاء وفاعل اجتماعي، وفي هذا اليوم تم انتخابي كرئيس الفرع المحلي برشيد ستات للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام. بخصوص تأسيس الفرع المحلي، هو المنطقة في حاجة لتأسيس هذا الفرع المحلي ديال برشيد ستات للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام. وأول شيء نشكر الحضور الكريم على وضع ثقتهم فيه، كما أنني أعتبر هذا تكليف وليس تشريف، وخصوصا أن المنطقة فيها مجموعة من الملفات الحساسة وفيها مجموعة من القضايا الشائكة التي تستوجب العمل الجاد والعمل المضني للهيئة لفضح الفساد والمفسدين داخل إقليمي برشيد وسطات.